أنا أمزح معكم، لم أضع عليهم أي تميمة سوء طالع. ريال مدريد أخرس لسان السير أليكس فيرغسون، لقد أظهر السير قلة احترام، وهو مهني في كرة القدم، له خبرة كبيرة وتم تكريمه في إنجلترا، وأطلق عليه لقب سير، وشخص مثل هذا يتفوه بتعبيرات تنم عن عدم الاحترام. أعتقد أن هذا تصرف غير مهذب منه، وليس لدي المزيد من الكلمات لوصف هذا الرجل، عدا أنني أتمنى أن يخسر فريقه مانشستر يونايتد كل مباراة يخوضها. أعتقد أن رونالدو البرازيلي جيسون يعني قدم لنا دعابة مادة للحديث، والإعلام الإنجليزي يحب هذا، لكن فعلا أليكس فيرغسون يبدو غريبا بعض الشيء في الآونة الأخيرة. يعني هو هاجم رونالدو عندما دار حديث عن مباراة مانشستر يونايتد ريال مدريد 4-3 وثلاثية رونالدو، وقال هذا أصبح رجلا سمينا متينا إلى آخر ذلك، فكان رد رونالدو قاسيا، قال له قال أتمنى أن يخسر مانشستر يونايتد كل مباراة يخوضها أيضا، وهذا أمر غير ممكن في كرة القدم. وبعد ذلك بالأمس فيرغسون يقول أنا لن أعلق على كلمات بينيتيز الذي انتقدني، وأنا لا أنزل لهذا المستوى. وقبل ذلك رفض أن يشارك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ريال مدريد، قال إنه مصدوم من الحكم الشكير التركي. يبدو في نوع من يعني عدم الالتزام في هذه الآونة سير أليكس فيرغسون. لا تفهمني خطأ، أعتقد أنهم سيفوزون بلقب الدوري بالرغم من تصريحات رونالدو. أنا أعرف السبب لغضب رونالدو أن تدعوه سمينا. سير أليكس فيرغسون كان جريحا بعد خسارة ريال مدريد المريرة، وكانت قاسية عليهم، أعتقد أنها كانت غير عادلة، لم حادث الطرد لم تكن صحيحة، ولكن قبل أن يدخل في مشاكل أكثر قرر الله يظهر في المؤتمر الصحفي. مانشستر يونايتد هو نادي كرة قدم كبير ولديه